أرض تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور دوح كساه الطهر يا لجماله بمدارس تحفيظها قد أنورا بمدارس تحفيظها قد أنورا أنعم بجيل حافظ ومجود يتلو الكتاب مرتلا متدبرا يا نفحة الأبرار هبي نحونا فالمرج زاهر بالجواهر أثمرا واليوم نحفل والسعاد يحفنا والبشر يهوي والأثير تعطرا والبشر ينمي والأثير تعطرا marka walaalayaal kitaabkeena quraanka hadda culimadu aad bay dhalinyaro uga hadleen waa kalaamullaahi subhaanahu wa ta'aala al-munazzal min fawqa sab'a samaawaatin laga soo dejiyay samaawaadka korkooda laga soo dejiyay 23 sano nabi maxamed la bariyay salaatullaahi wa salaamu alayhi waxa inaga hadaan dhahayno macallimiinta aan dhahayno macallina wiilku 2 sano uu kula joogay 3 sano uu kula joogay muxuu quraanka u xifin laayahay nabi ilaahi maxamed baa 23 sano la barayay oo caloosha dhunta la qabtay oo lagu dhibay oo ma taqaana ku adkaaday laa tuxarib bihi lisaanaka carab qiyaaska saa nabigu dhaqaajinayay ilaa markii dambe uu ma taqaana ka qabto 14-kii wixii ka badan diinta dambe uu ka xambaaraa dugsi la geeyayna ma jirin ma taqaana qoraal iyo akhrin la baray horena ma jirin waalidiina maxaa wataan waalidabaan inuu macalinka aad loogu dadaalo waxaan rabaa macalinta inuu si fiican u ogaado waalidiin haddaan nahay iskuul marka la furo hadda iskuul la furo janaar iskuulka marka la furo hadda masjid la soo qoro iskuulada ma loo dhiganayo waxaa dhahay cunuga fiidi oo uu ku bixiyay banka ku bixiyay rashiidka dhibta silibkii la soo rabood garay cunuga laakiin dugsi waxaa laga qaatay wiilahay macalinka fiir maanta dhul cunuga oo dugsiga la jooga inuu qabo kasoo dhan waxay daqiiqad ma uu leeyahay daqiiqadii waalidiin inta fara waxaan lagu baraarujinayaa in macalinta wax yar ay qaataan laga dadaalo وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك الملكوت الواحد الصمد بر المهيمن المبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنضقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعدد أنفاس ما في الكون من نسم النجاح في مركز النور والفلاح في حي على الفلاح وقذف الثمار بعد البدل والكفاح والحمد لله الواهب الفتاح شكرا للوالد الذي ربى وأصلح شكرا للمعلم الذي علم ونصح شكرا للطالب الذي اجتهد ونجح على الإنجاز نصافح وإلى الإبداع نكافح القلب يهفو ويفرح والفؤاد يحن ويشرح يزف إلينا بالنجاح وشاده وقد لاح منا ما يسر ويفرح حفلنا البهيج حضورنا الكرام نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله إخواني وأخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حضورك شرفت له كسوق بقلياشة حفلة وحان إذن كرها لقلمينا نعلت فرسمو ونقود عذي وحان رمنا يحلين كورينا حفلة بالله aad baan idinka raali gelinaynaa waa cilad farsamo taasna aad baan idinka raali gelinaynaa intaa kadib waxaan u mahad celinayaa anigu ku hadlayaa magaca markaasu nuur ee idaaradii dhamaan ka soo qaybgalayaasha xaflada oo ugu horeysa culimada ee waalidiinta ardayda iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan waxaan ku bilaabanaynaa aayadka quraanka ah ee waxaan u yeerayaa ardayga maxamed khabar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه
لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء مالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أعجسنا كلمة الترحيب سدي سياد علي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب أهلا وسهلا ضيوفنا الأعزاء فلقد حللتم أهلا ووطئتم سهلا ولقد ازداد القلب فرحا برؤيتكم لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم قبلت موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم ضيوفنا الأعزاء نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا نعم فعلى مائدة القرآن يحلو اللقاء لنسعد بتكريم أبنائنا وأبنائكم في هذا القرآن الكريم الذي نشرف فيه بتكريم حفوة القرآن الكريم
من طلبة مركز النور للتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. كتب الله أجر خطاكم وجعل الجنة مثواكم. والآن نترككم مع فقرات حفلنا المبارك ونتمنى أن ينال أعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنكو حجينا يا المحاضرة كهل ليسا للي يرادا الإسلام كا للي يرادا مجتمع فإذا أي كليهين. وحنا نوع آخرين دونو أرضي سادام يعقوب عبد يعفو. الحمد لله الذي أكمل الكائنات قوتهم قبل الهرم، ومن على الشباب نهضة الأمم، وأخص لأمة المحمدية الخيرية الأمم، واختار لأحمد شفيعا للخلائق والأمم. أشهد أنه الواحد الصانع الأتم، وعلى نبيه المختار هداية الأمم. صلى عليه الله ما سطر القلم وأيقظ للأمم. شاب وحدانية بارئ النصم، وعلى صحابته الكرام الذين سطروا أروع القصص لقيام الأمم. أما بعد، أيها الحفل الكرام، إن الشباب في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ عماد الأمة وسر نهضتها ومبعث حضارتها وحامل لوائها ورايتها وقائد مصيرتها إلى النصر. إن الإسلام لم ترفع في الإنسانية رايته، ولم يمتد على الأرض سلطانه ولم تنشر في العالمين دعوته إلا على هذه الطائفة التي تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشباب مرحلة القوة والنشاط والطاقة والطموح الوهاج. إن الشباب هم رجال الغد وأباء المستقبل، وعليهم مهمة التربية الأجداد القادمة، وإليهم تؤول قيادة الأمة في جميع مجالاتها. ففي صلاح الشباب صلاح للأمة، وفي فسادهم فساد لها، لأنهم قوة المتحركة في المجتمع، ونجاح الأمم يرجع إلى مقدار علوهم من شبابها وإلى مقدار آمالهم وأعمالهم. ولله ذر فتنة من شباب الإسلام في ميادين البطولة، صلوا حقها وحملوا عبئها واندفعوا بحماستهم التيبة وإقدامهم الرائع، يخطون مصارع الأعداء ويرسمون لأمتهم صور التضحية والفداء. قال شاعر: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما، طاب في الدنيا وصونا، إذا شهدوا الوقع كانوا كمادا، يدركون معاقل والحصونا. إن من ينظر إلى حملة الإسلام الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن أكثرهم كانوا شبابا، قام عليهم الدين وحملوه على أكتافهم حتى أعزهم الله ونصرهم. فهذا معاذ بن جبل لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القوم قالوا من فتى، خليت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وكان رضي الله عنه على حداثة سنه مسلما مؤمنا صلبا قويا يحمل كل تبعات إيمانه ودينه، جعلت قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سن مبكره لم يتجاوز 20 سنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش بين أفراده وجنوده، وجنوده أبو بكر وعمر، لله ذره يا أسامة رضي الله عنه. جدير بالذكر فإن معاذ رضي الله عنه كان مقدام العلماء، لله ذره من سجد من سادات الشباب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. يقول عمر رضي الله عنه: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا حرير وجامعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحنكو حجي سنينا لبا أرضي وإصداف صندون تابع سويدار صندون أسئلة أما كلمتين سؤال توحيدة. علي عبد الرحمن فارح سعد إبراهيم عبدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، لماذا وقفت أمامي وأنت صفر لدي؟ يا أخي، اترك التهديدات واضرح ما لديك فسترى بأمام عينيك ما أنا فاعل، ولا تعد إلى مقعدك وأنت تعض أنامل الندم. أخي، لدي سؤالات وجهك إليك، فهل تقدر أن تجيب؟ اطرح ما عندك، سأحاول أن أجيب عنها بأقل من لمح البصر، مع اعتبارك بأنك واقف أمام الليث، لأنه قيل قديما إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. سؤال، من أين نأخذ عقيدتنا؟ من القرآن والسنة. سؤال، أين الله؟ في السماء على العرش. سؤال، ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. سؤال، ما معنى استوى؟ على وارتفع. سؤال، لماذا خلق الله الجن والإنس؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ لعبادته وحده لا شريك له. ما الدليل من القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ما أعظم عبادة؟ التوحيد. ما أعظم معصية؟ الشرك. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله. كم أقسام التوحيد؟ ثلاثة. ما هي أقسام التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما تعريف توحيد الربوبية؟ إفراد الله في أفعاله مثل الخلق والرزق. ما تعريف توحيد الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العباد مثل الدعاء والذبح والسجود. هل لا أسماء وصفات؟ نعم. من أين نأخذ أسماء الله وصفاته؟ من القرآن والسنة. هل تشبه صفات الله صفاتنا؟ لا. ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن كلام من؟ الله. منزل أم مخلوق؟ منزل، وهو كلامه حقيقة بحرف وصوت. ما هو البعث؟ إحياء الناس بعد موتهم. ما الدليل من القرآن على كفر من أنكر البعث؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ما الدليل من القرآن على أن الله سيبعثنا؟ قل بلى وربي لتبعثون. كم أركان الإسلام؟ خمسة. كم أركان الإيمان؟ ستة. كم أركان الإحسان؟ واحد. ما تعريف الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما تعريف الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لمن نذبح ونسجد؟ لله وحده لا شريك له. ما حكم الذبح والسجود لغير الله؟ هل يجوز الذبح والسجود لغير الله؟ لا. ما حكم الذبح والسجود لغير الله؟ شرك أكبر. شكرا يا أخي. وحان سو جيدين هيا المها مركو آخرين ما شاء الله ودهدان ماركتي بين آذنك وخلق إلهي بوري باكو جير الهالسكي العليو المه آخرين وإن ما شاء الله وكلمة الله راعيو انت أسان إذن يا إن شاء الله. waxaan ku xijisan doonaa arday noo akhrin doona maansa af Soomaali ah oo ka hadlayso cilmiga iyo faa'iidada uu leeyahay. waxaan u yeerayaa Musaab Aadan Bundiid.
عن كميدة أرداد أديغتو مركز النور لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وعن إيسو قد بنايا مان سلمة عبحدي علمي أمودان مان سلوة ديتا هاي مانكي ومندي هذلك وغلقما مارمان تيوم ميرل دورايو مان تيو مون تيه هدان مدشا سوجوجو علمي أمودان ونموغوين مان لنك قيامي قفان معرفة دي بقر ومدوي هاي موليه نو ما كجري موين الدين تينا مصنو قفك مولقي لي ما تشي كاليجينا يوم مال القرى كان مدحا وزقينين علمي أمودان أو تكون قن مدن حيال ديرة علمي أمودان أو تكون قن مربذي ريركاسة علمي أمودان أو تكون قن لغم مارماني علمي أمودان أو تكون قن مدحي واشرفي لما ما هذي المانتي ومرهوري جهل قوامدو بقدي بات كلمي مالن عادي ما بغياني مانتا داقويان تيو مانتا درلتي هدان معان الكومرين علمي غمان التبسين مهما هوري نوهيد معنو اي ليدهي وحا معان المدن كيسوي داقن واموغي ما يفتين تميلان علمي ومالن كاهيني ما اتكا روحان علمي ومدك تتاقنيني ما يلبحو مقدي كما يفبحو مانا مذلوم بيلو مرقيس روحان مالن ونمان كانو كاشن علمي أن معن ليسن ومقدي وكله مذنان يقدرن بلقي ومن سبينة تقادو وما القبين نقطوين مقان الله شيخنا مذنان تيسا وحد مالك مري معن الوديسة دم مركا روحا نقورة بن مرقوة ياني معسر نمو واحد كقمرنان مقال كفيديسة مهما هرأي نقعد معنو أي ليضاي وحا معن المذن كيسوي دقن واموك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاكو في جينا يا فضل أهل القرآن ذاتك قرآن كبرتو يفضلك إليهين يدرجة إيقارسيسيهين وحانا نوع آخرين دونتو ياسمين عبد بره الحمد لله الذي شرف أهل القرآن وجعلهم من أهله وخاصته ووعدهم الرضوان والصلاة والسلام على أعظم من علم وعلم القرآن سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين معاشر المسلمين إن منزلة أهل القرآن عند الله منزلة عظيمة وما وعدوا به يجعل كل إنسان يبذل الوسع من أجل اللحاق بركبهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها إنها الجنة أيها الأحباب جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وإذا أردت أن تستيقن فتدبر قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نعم أيها الأحباب الكرام لقد فعل القرآن مع أناس طهرت قلوبهم وصفت وشفت حتى انفطرت وهي تتلقى آية من كتاب الله قال حبيب العجمي دخلت مسجدا بالكوفة لأصلي فيه وإذا شاب نحيف قد نهكته العبادة فقلت له ما تشتهي اسمعوا ماذا يشتهي فقال اشتهي أن أسمع 10 آيات من قراءة صالح المري وصالح هذا من أكابر السلف فقد سمعت صوته مرة قال حبيب فأتيت البصرة فطلبت صالحا وأخبرته بالخصة فخرج إلى الكوفة ودخل المسجد الذي فيه ذلك الشاب واندفع في القراءة فقرأ فإذا نفق في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إلى قوله قال اخسوا فيها ولا تكلمون قال فاضطرب الفتى وجعل لا يتمالك حتى سقط وتوفي أين نحن من هذه القلوب أيها الأحباب أين خشوعنا أين تأثرنا أين بكاؤنا على أنفسنا على ماذا نحزن اليوم وبماذا نفرح فيا أيها الطالبون للآخرة الراغبون في الحياة الأبدية السرمدية الساعون في مرضات رب البرية يقول ربكم مخاطبا لكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين فهنيئا لأهل القرآن الذين أخلصوا لمولاهم وعمروا حياتهم بذكر الله وطاعته وعكفوا على كتاب الله وحفظوه وعملوا به وعلموه وعلى الأمة أن تعرف منزلته ومكانة أهل القرآن فإن فضلهم عظيم وخيرهم عميم كم من إنسان علموه
وكم من غافل بآية واحدة سمعها منهم من النار اعتقوه. إنها دعوة للأمة للرجوع إلى القرآن ومعرفة قدر أهله، دعوة إلى الشباب أن يعقفوا على حفظ كتاب الله وأن لا يضيعوا زهرة الشباب في تتبع المباريات والمسابقات الفارغة التافية، دعوة للآباء والأمهات بأن يسعوا بكل ما يستطيعون إلى تحفيظ أبنائهم كتاب الله، فهو الذي لا إله إلا هو، إنهم أعظم استثمار وأجل ما تصرف فيه الأعمار. وتأملوا معي هذا الحديث العظيم عن بريدة بن حسين رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الساحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويضع على رأسه تاج الوقار، فيكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ والدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعودها ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. وإلى هنا أكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. نحن يرى يا جماعة أرضي يرى ما أخرين دونتو أنا شيد جماعة دي أخريني سأرضي أرضي هر سومرة. القرآن مركز النور لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، نقدم إليكم مشودة بعنوان أرضي مقرأي أركانك إسلامك وآيات كبرت أروتي سلادي وأكنك باللو أروتي سلادي وأكنك باللو إخواني قل حولنا أرد سحدا آيا سوكنا أفرح دبنا إسلاميني ديني أو كجرتا إسلاميني ديني أو كجرتا أرضي مقرا أكانت إسلامك يا آية دبرتو أروتي سلادي يا أذكر كبلو أروتي سلادي يا أذكر كبلو علينا لهم علينا ضيعة أدنك خلقو عيات وناسا أقول لبدو أغلى وناسا أقول لبدو وحان كلمة سين دونا هدي أنك علماء جلعو شيخنا شيخ محمد علي عبدي، فليتفضل مشكورا محفوظا بعناية الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستعد ما ناهين ولا ييري مدك لغيره يسوك عساي حانا مالين هيا هدينو عربي فهمي لهين يوحا ويلشو كوها اللين عروتو كوها اللين لكفتنا فانوكو في اللان لهيد، لكن اللي دين ترجمه او اللي دين شيغو يادو باهنتين كنت ولا ليال وحاوي وفق اسلامك إلهي سبحانه وتعالى وحولي هاي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تلمامها المؤمنين تكملتها هاي مركي آيات كإلهي قرآن كيسا الآخرين هايو قفكين وقمان دعيوضو أو جير دعيوضو
oo jirkiisu dareemo waxa la akhrin kalaamkii Ilaahay inuu yahay waxa lagu dul akhrinayaa asaga bini'aadmiga loo soo dejiyay inuu yahay marka walaalayaal meeshan hadda aynu isugu imaanay waxay ka mid tahay meelaha in la yimaado ugu mudan sababtoo shacaarka islaamka ayaa ka muuqda waxaan akhrinaynaa waa qur'aan waa kalaamkii Ilaahay iyo sunnadii iyo xadiidii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo tarqiibintii la isjeclaysiinayay waxaaba laga yaabaa dadka qaar inay leeyihiinba shabaab shabaab iyo waxaaba la sheegayaa maxay yihiin magacan isaga inaad diintaada jaahilka noqotaa way dhib badan tahay shabaab islaamku wuxuu yaqaanaa dhallinyarada soo kacday islaamka kuwan yararka waaba atfaal iyagu laakiin dhallinyarada loo jeedaa inay magaca qolo qaateen oo hadda ayn la maqli karin u dayn mayna magaca isaga marka walaalayaal ciyaalkan yararka iyo macallimiinta iyo dadkan akhyaarta ah ee meeshaas u keen yeedhay runtii waxaa weeye khayr badanna ilaahay baan uga rajaynaynaa waana nashaad iyo farax geliyeen aad baana mataqaanaa tarqiibin fara badan bayna noo tahay islaanta maanta meeshan fadhida cunugeeda dhagaysanaysa soo khudba dheer akhrinayo carabi ah maca daalik iyadoo ina akhrin karin laga yaabo haddee isku dayda xataa aabaheedu ina akhrin karin laga yaabo waa fadlu min allaahi subxaanahu watacaala khudbadii gabadhada noo akhrida dheerayd oo kale cajiiba wey haddana macnaha ku jira haddaad fahmi lahaydeenna way kasii darraan lahayd waa iska wey lahaydeen hooyadii dhashay maba ina adkaysateen laakiin wixiiba carabi wa oo ina fahmeyn baa laga yaabaa marka walaalayaal kitaabkeenna qur-aanka hadda culimmadu aad bay dhallinyaru uga hadleene waa kalaamu llaahi subxaanahu watacaala almunazzal min fawqi sabci samaawaatin laga soo dejiyey samaawaatka korkooda laga soo dejiyey 23 sana nebi maxamed la baryay salawaatullahi wasalaamu calayh waxa innaga haddaan dhahayno macallimiinta aan dhahayno macalina wiilku 2 sano kula joogay 3 sano kula joogay muxuu qur-aanka u xifdin leeyahay nebiyulaahi maxamed baa 23 sana la barahayay oo caloosha dhuunta la qabtay oo lagu dhibay oo mataqaanaa ku adkaaday laa tuxarig bihi lisaanaka carabkii afka saa nabigu u dhaqaajinayay ilaa markii dambe uu mataqaanaa ka qabto 14 wixii ka badan iyo diinta dambe uu ka xambaaraa dugsi la geeyeyna ma jirin mataqaanaa qoraal iyo akhrin la baray horena ma jirin ilaahay baa ku ilaahi subxaana wa tacaala marka ilaahay ummaddeenna wuxuu ummadaha kaga fadli badnaysiiyey kitaabka 14 korka laga qabanayaa wiil yaroo intaa leeg baa mataqaana haddaad meel laaxinta kaa qaban oo kudhi jooji maaha qur-aane manaa korka ka akhrinaya qur-aanka dhan korka ka akhrinaya waa fadlu min allaahi subxaanahu watacaala oo sharcooyinka kale ee kutubii inagu horreeyey aynu kaga fiicannahay ma dhici jirin kitaab la xifdiya laakiin kitaabkeenna qur-aanka ilaahay baa wuxuu leeyay subxaanahu watacaala innaa naxnu nazzalna dikra wa innaa lahu laxaafiduuna annagaa kitaabka qur-aankaa soo dejinay annagaana ilaalinhayna manaa bal huwa aayaatun fii suduuri aladiina uutu lcilma bu ilahi subxaana watacaala waa aayaad oo ilaahay geliyay fii suduuri aladiina uutu lcilma manaa ilaahay baa ku ilaalin gabdho iyo wiilal laabtooda ku ilaalinaya ilaa haddii xataa cadigu maanta uu ku tala galo inuu mataqaanaa waxaana kitaabkeenna uu dabar gooyo ou baabi iyo ilaahay naguma salide oo mataqaanaa waxa weeyaan hal kitaabaan la soo reebin manaa laabteenna kama soo saari karaan ku kaasoo kale abaa qur-aan korka kalayo xifsan oo qalbiga ku haysta marka waa fadlu min allahi subxaanahu watacaala walaalayaal ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala ina soo waafajiyey markaskan maanta xafladan ka jirta annagoo rajaynayna inaan mataqaanaa ka helo maqfira dembi dhaaf liannaa waxaan samaynaynaa shicaarka ilahay baan kor u qaadaynaa kitaabka ilahay baanu muujinaynaa annagoo wada xijaaban gabdhihii haddaan nahay raggiina kadaalika ayaanu ilaahay mataqaanaa kitaabkiisa kor u qaadaynaa dad badan oo inaga mid oo muslimiina maanta ma heli karaan saan dad badan oo muslimiina oo seen oo kale diinta haysta ayaa maanta waxayna awoodi karaynin inay mataqaanaa waxa weeyaane yayna awoodi karin inay mataqaanaa diintooda muujiyaan inay shacaarkooda muujiyaan inay say doonaan ku akhrin aan awoodi karin oo mataqa ciqaab ku sugan inaga laakiin firii baana ilahay baa naga dhigay subxaanahu wa tacaala xafladaan samaysanaynaa waxaan doonaan akhrisanaynaa iskuubaabinaynaa waa fadlu min allahi subxaanahu watacaala allah noo ziyaadiyo ilaaha noo ziyaadiyo diintanadaanu xorta u nahay aynu saan doon u barnayno ilaaha noo sii ziyaadiyo marka walaalayaal ee diinteenna nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray dad waaweyn baa jiray dad yaryar aad dhegaysta ereyga isaga dadku caruur ma wada ahayn dad waaweyn oo odayaalaa jiray ciroolaa jiray dhallinyaraa jiray dhallinyaro atfaal baa jirtay dhammaan nin walba halkiisiibu dhexda ka xidhay halkiisiibu mataqaanaa nabiga dacwadiisii iyo madarisadiisiu galay madhi anu aabbaan ahay anu waan iska joogayaa maamadii bani anu maamaani gurigaan fadhinayaa madhin ninka dhallinyaraa anu waan shaqaynayaa madhin gabadhii anu mataqaanaa waxaana waan iska shanlaysanayaa dhammaan waxaa la sameeyey mataqaanaa waxaana qof walba wuxuu u diyaar garoobay inuu madarisadii nabiga ka qayb galaa
إلى الله أرك مركي دم بشن سحاب ما تقال سدح أما أفر سحابي أو صل دلعي أو دمانت النبي كورني بالفعل سيا سدح سحاب أو صل دلعي أو أبا يويل كي يويل كي كله أو نبي كحرو دمان أو كورني حد كورني يا إنك مرك ما أنت من فضل الله مقالي أنا جارس مرك فيروس إسلام وين هو يلو كتاب حمبارسن باق حمبارسن ومدرسة وصوتا قبل يوم متغنى ساسو كلا كيرا أدبانو فرحارونتي إلهي بان نعمل إسكالي سبحانه وتعالى إنا كسي زيادين والزيادين والو بانيهي مجير القف لوغ الرالي جهل سيدي سبا قف جهل لوغو تلقل مجيرو قف إسلام وين أو إلمي هذا القرآن كوميرين كان عيب ويهي وانين شيقيا آب إهويو قرآن كي ليس وديك ما قانو وربن مالح ورد لهونو ما قرن هيا عيب ويهي وين أمرين كرتا وين اتقانا وين تفسيرين كرتا وين كوانين كرتا وين غوري غاد مدرسه كسميسا لو بانياي لما ربا هو ادو دغو انو جاهل بانا انايا ويلكي يراي سيجارك ابي كاريباي اسغو عبي خودا باد بو عبيسا هادو خن ياي مخاد اني ايغا ريبيسا بود مركه ولا ليال انو كوسو تلا غلين اوغات سيينتا انين سمينايو خان رجين ان شاء الله وحان رجين يا ولا ليال إن شاء الله تعالى هذا الكي يوريبو دمالي أنا أقول خير بضان نكرر جينا هنا الماشن كالتاك دونا وناقنوني من إله إنه أقبل دونا سبحانه وتعالى مدرسة دان مدرسة النور لتحفيد القرآن وأن نسجعها وأن تسجعنا هنا آدم الترحيبنا هنا يدي معلم كيدي أما معلمين تيدي يدي أرضي يدي آدم ومتقنا آدم وقبوا قادنا هنا dadkana la jeego ilmahooda ayna dhiganina waxaan leenahay hal la keeno hal laga faa'iideysto runtii gabadhii yareed oo ma taqaana waxa weeye akhrinaysay khutbada dheer akhriday waa ma taqaana oo iga soo dhawaatay ama khutbada macaankeeda ama qaabkii akhrinaysay kuwa kale ka horreeyaga marka insha Allah ta'ala juudigan faraha badan ee meesha laga sameeyay arkaysan oo kharash fara badan oo ka baxay ujeedadu dan kale ma aha waa in dadka diinta la jecelaysiyo dadka shicaarka loo muujiyo ciyaalku waxa meesha lagu baray la tusiya إن متقنا علمينا متقنا وحويانا لوب قاديو كل متخرج كي تخرجي يا كل هذا كده بالجرا ومتقنا لجعل زي الدين تايا سالوي ليا مركول الليال ولين يا قبضة وترك ماشة فديا يا أنت كرين نجم مكان بوحانو لجين يا لقب الله لما أنت وعسك كين بدلا ده هرون دوسي قد يجينا إيمان دونا كل دكتنا يزيد دلالي دونا كل متخرجين تانا القرآن كلام من كده جنادان ومتقنا يحزن تايا هيان كل شادون بالسين يا marka waxa jirta walaalayaal arin yar oo ma taqaana waxa muhiim in laga hadlo ciyaalka ayagoo yar yar ya tahfiid bay soo bogayaan shahaada la siinaya shahaadii ba sanduuqa la iskaga ridaya cunugii waa mutakharrij shahaadu qaatila leeyahay quraankana waxa lagu sheegay shimbir baalka laayo ya soomaali nagu maamahin jirtay nabiguna wuxuu ku tilmaamay neefkeelo xariga laga furay amal buu ku tilmaami jiray hadii quraanka hal maalin aadan wax ka akhriyin waxba kaasi go'aya ورن جيرا شيخ النبي هذا هل طلاب القران قديب وقادو لو طلابو اسنا ديب كاغا قاديا هذا صدح كاغا شنبو كاغا قاديا قران كي انو غي حفظ سنه اي شهاده قاتاي يا وها دحايس بريكه مالن كاله قران كي اخر بابا يقانلا ديب كجيرا واسلا انو اي نو ما بوت دان ما تقان وها مودا مهمه دان بين اي شهاده لسي انو غي ماها انو غي قران كي واي حفظ سنه هذا وين المدرسة الدائمة وين قولها لقول الصبحية وين متقانا معلن كيسو كاك دورادا سين متقانا قرآن كي ونوغفكا نين كادا كون لقى شهادة قاتل قرآن كي حفظيها دفرا لقى قادو قرآن كي طلبو كفكا يا يان لسي دينين هديك على النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسي سوى انو قد لكنا دالو قبا نبي حول مدى الى اعماش الى اللي يبن دقيو مانا عرق بولي وحكوين قف آيات قرآن او برتاح المامي بلو فرسيا آيات قرآن او برتاح قف المامي dem bikowey maana arag marka quraanka qofka barta yuna halmaamin aruurta quraanka lagu taasiyay inay akhriyaan oo inay halmaamin idinkana ka dalka saan soo kale marka walaalayaal waad mahadsantihiin haadirtaanka aatimaada waan ku faraxsanahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaa waliba in aan mataqaana iyadoo sidan ka sii badan mar kale aan isugu nimaadno markaskan ayaan insha Allah rajaynayaa wa jazaakum Allahu khayran عيالك يرى وحان لنا يقل انجبن يا مرحبا بكم وهنيئا لكم واهلا وسهلا سوء وعلا نذن لنا هاي كتاب القرآن كالحنبارتين وحاوه يا آخرا نذن كو حنبار صنباد ما دونتان إن شاء الله تعالى والد كينا وشفيع دونتان إذن كو حادي ما دونتان قرآن كالقول لي كر ميش انتظر ميش وصر ريس مكاتة تبرك يو نقونا يا سردقاق ونقونا يا
kadib baad waalidkaaga u daxoolaysaa walaal oo lay keen aniga ilaahay oo raalli ma noqonayo markaasa hooyadaa lagu soo qaadayaa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لبري استعلاء أمدي ونأكسنا دي كيرك الورشة فاقية عليك أنه يدي ويل كيرك عليك أنه يدون عيد القرآن صوت بوكو جرتوية مارك ويل كار القرآن كبرتا تاج بوكو حريا وحاجر تطفك متقنا وحاول يعني والدك وحيالها أغفي عنه متقنا وحلوغوة وحاكا ملا إن هذا الدعاء إساء ducadu waxa imanaysaa marka diinta barataa nin caasi oo soo deer oo ciyaal suuqa kuma ducaynayo ninka ilaahay yaqaan ee muuminka ee mataqaana akhyaarta ee culimada inama yataqabbalu min almuttaqina weeye ninkaas oo ducada la ka aqbalaya kaasa ku soo ducaynaya fi sujuud buu ku soo ducayn fi rukuuc buu ku soo ducayn markastuu ku ducaynaya marka xarunta quraanka insha Allah ta'ala hal baro waxaad arkaysaa xaafadaheena ciyaal farabadan oo dugsi dhigano banaanka iska jooga iskuulka waa lagula dadaalaa laakiin dugsiga aad muhiimad looma siiyo inkastoo baryahan dambe khayr allah siiya taxfiida faraa badan taxfiida ay mataqaana waxa weyna khayr baan ka soo baxay laakiin raalla ku noqoneen ilminu banaanka iska joogaan dugsiyaasha alla keena taxfiidaha qur-aanka la barto walaalayaal aakhariya adduunba way naanfacayaan islaantii labada wiil dhashay midna iskuulka dhameeyey midna madarasada waxaa ku filaaday kii madarasada dugsiga dhameeyey kii iskuulka dhameeyeyna mataqaana dawladdu shaqo ma haysa shaqo ma siinayso nuxuu soomaaliya meesha iska fadhiyaa marka dambena diin isku celiyo ma leh ciyaal suuqu iska noqon fooldu la baxayaa laakiin kii wadaadka waa la kala laayahayba hadduu qur-aanka xifdiyo asagoo weli xifdin baa shaqo la qoraya war macalin baan rabnaa ma haysaan nin qur-aanka xifdisad ma haysaan kii dukaanka laa wuxuu leh wiil wadaadaan rabaa halii soo raadiyo kii mataqaanaa gabadhii waxay leedahay wiil wadaadaan rabaan guursaday halii soo raadiyo kii mataqaanaa waxaa weeyaan shaqaha iyo hudhaaya nin wadaada halii soo raadiyo marka diinteenoo dhan dadnimadeenoo dhan iyo wanaageenu diintu ku jiraay diintaa loo laabta gabadhiyo wiilba insha allahu tacaala falilahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniina walakina almunaafiqiina laa yaclamuuna ilaahay baa cizile nabigiisa cizile mu'miniinta cizile sharafyan meel kale loo raadin ayabtaquuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiic ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala gaalada iyo munaafiqiinta xaggooda ma cizi ka raadinayaan ilaahay baa cizi iyo sharaf oo dhan iskale marka halka ay naga jirtaa inuu raadina meel kale iyo inaan u raadina walaalayaal waanad mahadsantihiin maanaa caruurtaa yararna insha allahu tacaala allah idin barakeeyaan waa u ducaynaynaa halkaa ka sii wadaa qur-aanka akhrintiisa iyo barashadiisa diinta kalena ha lagu daro waxaan macalimiinta u sheegaya insha allahu tacaala ciyaalka qur-aanka xifdiya tafsiirka ha loo akhriyo ciyaalka qur-aanka bartay tafsiirka ha la baro qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisa mid kale waajibsan macnihiisa ka waajibsan saa loogaa horta arrinta ha la fahmo qur-aanka in lafdigiisa la xifdiyo waa mutacabida nagu adoonsaday laakiin waxaa ka sii mudan qur-aanka in macnihiisa la bartaa oo lagu dhaqmaa marka ardayda qur-aanka tafsiirka loo bilaabo cajarkay ku jiraan culimadoo dhan baa duubay cumar faaruuq baa duubay sheekh ebel ha loo duubo tafsiirka qur-aanka ha la barto qof baa duubay qur-aanka lafdigiisa yaqaana macnihiisana una aqoon jahli ka bixi maayo marka insha allahu tacaala waan idin mahadinayaa inta soo xaadirtay inta matra noo yeedhayba waanad mahadsantihiin wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ayadana kelmad siinayaa hooyo ardaydeedu ay meesha dhigato oo ay ka mid yihiin ardayda hadda wax akrinaysay hooyo ifraax nuur maxamed marka kooda waxaan mahadda u celinayaa allah subxaanahu watacaala oo meeshaan suuqkeen la keenay annagoo maaragtaay muslimiina allahaasa mahadda iska leh marka labaadna waxaan mahadda u celinayaa macalimiintii maaragtaayay soo agaasimay ee maaragtaa meeshaan intaanu ardaya iyo intaanu waalidiina ku sii casuumay ayaan mahadda u celinayaa iyagana waalidiinta way mahadsan yihiin si ay usoo ajiireen uga soo qayb galeen marka labaad inta ku hadlaya oo ka mida hooyooyinka caruurta meesha u dhigtaan haddii aan ka warbixiyo madrasat nuur la taxfiid alquraan maasha allah aada bay i wanaagsan yihiin ardayda maasha allah aniga hadda ka hor sanadkii 2019
بردد لي لا يسع فؤادي
ودي ودمت خلاص يا أجمل المدارس ودمت خلاص أزو 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 وأفخب يا سرحا ومدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير وارس يا أجمل المدارس ودمت خير وارس أزو 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 علمتني أن أسمح الغوة إحساس علمتني أن أحب الخير للناس ودمت خير وارس يا أجمل المدارس ودمت خير وارس أزو 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 وأفخر بها صرحا ومدى زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير وارس يا أجمل المدارس ودمت خير وارس أزو 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 عشرون عاما وأنت في المعالي عشرون عاما ولم تقبل لآلي ودمت خير وارس يا أجمل المدارس ودمت خير وارس أزو 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 وأفخر بها صرحا ومزدا زيديني أكثر لكي بالنور أظهر أزو وأفخر بها صرحا ومزدا زيديني أكثر لكي بالنور أظهر هذه أنا وحيد كويرها اللابتو حفلة مناسبة ومناسبة للجبين يا حفلة سنوي أجلس عطا إن سنة كيو مرة لقبتو عمال الله ودي سنة مرة لقبتو وحان راعسان أرد إني بحيسو حفلة شعار كيو سار بوركو أركيسان وحفلة التكريم حفلة كتاب الله إن هدي أنا كبير لقبتو مرت شرفتا وحان كلمت سنة هل كان أروع على شيخ يوسف آدم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان أمها العلينا هنا دكسر المدرسر شاخشي إلما أبل إلما وأمها العلي دقويد باشي إلما أيضا وأمها العلي سومالي حيكون مهما دي نين كاعر مبغن أدوه طاهم أدوه طاهم أدوه وقلاشا أدوه وكحروفين مدة أن كان الله وأنا أحاول إلمان صفي عمر وتعلمين وإن يدر الصعودة ووالدك ودر الصعودة إلمان هذين لدر الصعودة وهو أحب الله درين عام بيوقناي هذه إزبونته وإن أدر الصعودة هذه دكسته قرانك وإن أدر الصعودة هذا أدر الصعودة ودر يالي ما جاء الحين وقوني هل تنبح الرئيسي هل تنبيه؟ هل يحل الرئيس؟ يعني نقول إرمي ما جلمانت وحاكده وحجاعله ما شاء الله وكان وحاجرت أنه أنسوه قارني أما الله آل يريرين قبر دوكس مولي قارني ملكا يقال جيفانا لديجري ويقول جيفانا ويقول تعليم إزلام قارني وخيانا وان وإلهي بمحبوط كان قارني ووالدين سمينيسي مركب مانت وهم مجرى وحلقة الدين مانت النبي أجر أو الدين صدق سليمان مانت كفر بلد دين سفيع عن لغة الدين ممكن مال مالت وحلينا وهم الله سو وبرات علم غير كأننا وحلا علم غير مع الشاغشي كم من نو يكون بنتان با تفسير كلام شيخ محمد با يا دمي اهي مركا وح علم ان كان لنا مر شيخ معرفي وان كان لنا وحاوة وان كبل كبلي مركا ورار ورار دين اسلامك ما انت واكو رس لكن واي ملف ضد عمك ابا ملف ضد محاوة أما مركا دوكسة سر وان دوكسة كتير واه بعلت ميان جري، and هبروز ده مرة خميس الجمعة وقدر أكل صرب، مشار على سنة وقارن على سنة معلومين لما دهين، معلوم على الدين تي سجى دو عديس وحكوم دو عديس، معلوم كم مشار ولا قارن أنت ترادو، متى أنا أم كوكو دنا وحاول معلومك، دين تي سجى وأنا كوباي دو عديس أكون على فرح. أنت معلن قال هذا قالينا أو إشي صا أو بعده هذا فاميليس أسمه دعسه هذا فاميليس
وسما دعيسو مركا دردارنك أنا دردار ما والدينتا وحاوة الشيخشة دائما يرون والمهد سيهن إلهي هدرجة تعليمت إرماع البرايين مد لقاري مد لقاري النمعاء الله كبيره إن شاء الله بإذن الله الكريم إلنك والدينتا وإنا الدرشين وإنا لديهن عروب المعلمك أوسو أخرية إمبيرا وعسر كرسي بح إمبيرا يعسر كرسي بح مركا وحي نقوني هلا النصور والله يا رب والله تسيّن معلوماتا إما أنا صفي عن بيو تعليميين أنا عرب اللي مقيري لكن قرآن قرآن قص أصول حتى ما هو الله خبسني أصول أم بانقر قص لبقى أربع خرب قدامي والله يا رب حد يلسين نسيء الجواب إما هو تعليمين إما هو الدرس السعودي سيتوحيد وقاتين هلا إلى اليوم تعلمت عنك من اسقول الوجه شان الله تنقل عنك من دين في جعفر تنقل مريه الدات سنة أبقى معي عيبايي انتان باشك على أغيره سيد ايف انتان أغيره لكن السيد احد يكون معلم قواي وحي كلتا او عرق فول ربي كان ما يساعد في السماي ساسا كلتا هو ساسا كلتا او سمت فول ربي يا كلتا ولا ريارو معلمينتا اللي هشمو إما اللي بدعو يعني المشار كله لقرابن معلمينتا لقن إياه دينتا إسلامك وحاولة محرس وشفقاء ننكا دينتا إسلامك إلمي السبع آب وقوات دارو كده دارو جلاليس بانان كتار قرار إياه ويلبا والأركة سنساك قبلها وحي سميه عربي إياه كله يا وعبا أنا كسيني أنا قرآن كسي قرآن يا قرآن يا قرآن لكن لنك قرآن أخرسته وكسا حرق ماجع عربك وإجير مدوه بها مثل محرس داعي مثل قودية مثل إلهي وكرا وحي حم كلامي وكس ولا ريالة ويام هذا البلدين وحارمنا معلمين تا ليب بالآن متوسو هذه لقم الليب هذه بالآن أخرى متوسي وساس سان وسعم لكن هذه بعض الغدد جيفلر بعرفش وقت ما جن قتلوا دماغي حبيت غير زعيم مركا معلمين بعرفش هذا والدين النوع والدبلي حق أغرس كعندي مركو قام ما دوسيك هلاك أكفدي ساء أغرب حرفت سبعية بعمر ما هذا شن عن قوة غسني هسبعية مركا وعلم وينهت سين معلمين والدين ترى وينهت سنتا والزيد ما دون قصو غير بشان ماند وخير وينهت سنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته المحامي ريا أنا أرضي وآخرنا يسعي من النشيد هذا قدها اليوم نعطي بيوتنا Yeah.
الذي اليوم نعطي وجودنا فتذكروا عرق التلاوة كفاح في الحلقات كنا نرتل آل ربي ثمة ولكم سيرنا ندرس الآيات وقلوبنا جاءت وكانت عمرا يا ربي واغفر لنا بثبات وقبلتنا وتنفى تلك عبادة اليوم نختم جهدنا فتذكروا عبق التلاوة تفاح في الحلقات كنا نرتل آل ربي زمرة ولكم سهلنا ندرس الآيات إن وحانو يوريا أيضنا قبر إنه أخذ دونتا نو قايد دونتا ما سكها اللي سمعالينكا المعالينكا يدرجد ويجوغو أيضا كهذا الدونتا أنا دي أنا يراها تابتنا وكي أبوان صوماليات ولها وأن من آمن لوح الشو حمان لقى إلى شاء وأبح كي كورينا يي آمن كأها وأمل كأدن بينا لوشا كي أتكو استريحها فعنو يري دونا قبر ما صنع مريض نوتا إكرام محمود عثمان فليتفضلي مشكورا مأجورا عليكم ورحمة الله وبركاته مقا عيقوا إكرام محمود عثمان معان كميدا يا أرداي دريكة مركز النور للتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية معارو عن ماسك هلا سمعلنكا مرتياه النبوانا ذا هداي ماسك الانواع ميريه ذا قاليقا انتي ما فوكا بارتي معناه ذا باحد باد معالن كوا مانتي انوا مهم انا مرا مرينا ذا ذيه ميديك تايدك يتوسيو حرفا ايمال شي مصباح دي علمي اكي بري ميدك ميري فامسيه انا جاهل لما يقا ميدك مسكح ذا ينور شي موادي حديث كي بري موليدين كيسي معالن باوح الغادق الحين قبي مخلوقاي مصطفى ورسولك معلن هوشي مدرسة ديسي وعلوة فرحي مولى مهدي قداش يسلم حاسي مرا مهنا ديسي حياة محسنين صحابة معيد اي مشايق مدارس شرع عبد اسلامك معلمين تهدي مالك اي شافعي هم بلغوا اكو معدناي مذاكتي حنيفة جرتو اي انا مالتالي معلم باقو دون كاسسكالك شرف اي معموسي ما أصصر هذا كود درشاو قوائك وميسو ما أقانوح عن قوم مطلو معالين كي قوي بل سوحا مضن تحي إنا عندوك وميساي ميسر إنا قارتو مولوك خرميه أو مقام جندك دكته مالك برياي ربي ومراتك وسال معالمين تودن مروتي جنود جوك تيسي إي مفروشاتك مصرف كانك سيمدك ربا وي متستير مركز تبع الله وخير وميس معالمين تينا حمدي أبو إيه حرونتين النور حكمة يا قنصر حقيق بانتو السيد ربي قال حفيده آمين تحوجيه حاكم ولاو حرونتين النور حرون يكون قاديو حدوثي علم يكريك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن أرضينا يوحي سوم بديقس هالكاس النواك تهي إن وضع أركيسين الله وحي عليه غروح بنا عضي عربي النقطة عضي محاورون النقطة عضي سوما أفصومالي ما نساء النقطة دين وادغو بوغتين وحان سين دونا كلمه اسغنا مرتدنا لا جوجتو شيخ احمد يوسف حسن محمد بسم الله السلام عليكم ادي ادور قوره وحان مهدلين يا الهي سبحانه وتعالى انت كبعدي ادي اد وحان مهدلين يا معلمينتي حفله قروحه بدن نوسي ودا سنتي أنا أدي أقول ماذا إني أو حاكل ماذا إني أو ماذا إني وأنتم بشخص مجلسي ويقول ما يقول لي شخص من علي وقاسي يوسف يشخص من علي وقاسي أو ماذا يقول رئيسي هذا واحد منهم بينه ولا تقل إن شاء الله وإلى هيك قدر أننا نكده هنا هذا قف واحد دير خلاص دير ويحسب ورحبه يعني ووفى إيدي أو كان وواحد يا اللي هو بهية كل مقرمدي أنا ودي عندي أرضيه هذا وحي إيسوم بندقين وحي أرضين إيسوم موجيا ووحد وحي إلى عرفتي رأي كده نبايا وحد أركيسان والدين تي إلما هاي ودقين إسميشن بانكام إذا هاي هذا نيوالو إلما هذي أتكد داري إسميره ودري
كل كي أبى ركته نقول بودري مكرا قلوبتي سوا يدامس نقول بنا معلم كي وحاس مرها سودلي قانكو قاضن هاي يمشي وكي استاهل مستوى دم وكي استاهل وحادي هذا مكرا كرتار هذا خير الناس يعلمي معلمينتي ليش قيني يسيني وقتها الكلام هو مرينا بلور ورسلان صوب طلع وحاي صوب من دقين ووح نوال بقو إنه كيسي كي هو رقل الجميع كي تبقى بقوليه ألا يقاسي هذا يا أبا رقم هذا لنا إلهي أمر واضح داري شيخي شخص شبتا شخص لو دعي لو دعي شخص مركا رموي أنا قلت وحال ما يدهب وحفلة لها مركا أتكته وحفلين باتين واردين بقلت بسدين وحي ما دوا أنا رجع هديم وحنا كذي وين كل مقربون هذي ما هو مقربون بالسوريات كل جيل سوري جرا ما كان أما دكس تك أما سكول تك أما مدرسة تك أما دكس قرآن تك وحتى هذا وقبله أرن كان وأرن اللي في عيا أنا بهدي غير إيه جوج ما والله ما يما مرت أرن كان وأرن آدي آدي أنا يحب هدانا أنا كير بلادهم وحقول سوريات وطبعا أنا مسار أنا عم بحكر قادنا وروح له بهاي هاي مركا تدكو أنك والدين هدي عنهاي المهو واسيك رده هدايش وحالي لدوكسي ورده هذا ها قيلان نقوه ورسي أصابي قيلكم ورده وحالي سوف ايدي تريتانكي أسودي سفائيا وكذا فمعلم باجهدي بدن كذي وادي طبن عنو قوحي وقو بدن الهوية تقول قيلتوه سابة طبن عنو كنتن عنو قلح لعنو بلوكياني وقمر إليه ووحبري وآمس راضي وحال دكوب وحبري مستوها سمان تسو بارشي ووحي الله سبحانه وتعالى ليه لكرة أيضا عمرك الله السيادية الله أنا بركية أولادنا الله بركية قرانك بركية مركة آدي 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 مركة تنقو حق الانجيبين تنقو روح ضبطا معلمين تاس آدي نقوم هذا عمينا وجساكم الله خير سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدين توحان مرة ما تدردار نميرة سواء الله حيدي جرتي وحا قرآن أرض بركرة معلم قارئة أرض غير بير خلق كما قابلوا يا أبو قورس له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي أمي عيق وحليدة عكم عبد الكهب وحن كميدة هي والدين تأي أرضي دي أدبتان دكسيقن الحمد لله المين سفي عنا وحلا برا آد إيا أو فرح سنوي معلمين توقت والد من أنا ومانت لون كرسي كفر ديانو ملك الآذة أنا أردين وحبر القلم قولها إن شاء الله معلمين الله بركة إلى يوم برينا الله ما هو أول جد كرنا كلي هو أول جد كرا معلمين تعالى الأعمال كل من جد كرنا مدة كلا معلمك هو والد كلوات والد كأنه قمر كده له والدين المحاوة والد ما بعد إنه معلمك معلمك آذة اللي ولد والد حارب معلمين تقول سفع ما هو والدين هدان هاي أسقول مرك لفرة هد أسقول على فرع جمر iskuulka markii furaad dadna si jaan loo soo qoray iskuulay ilmuhu dhiganayeen waxa la dhay cunuga fiidi oo uu ku bixay banka ku bixsan rashidki dibta silibki hala soo la sarbood garay cunuga laakiin dugsi waxa laga qaatay wiil yahay macalinka fiir maanta dhan cunuga oo dugsiga la jooga oo inuu qabo kasoo dhan waxa daqiiqad ma uu meel uga dhaqaaqeynin ee waalidiin ay tafadan waxa lagu baraarujinaya in macalimiinta waxa yar ay qaataan laga dadaalo وحير حتى وحبذ المقاتان مشاركوه وحير لما كنا شيلين بس سامحنا هذا على أرضي الدكسجن هذا ما إن شاء الله ما يقع حلف الأرض على لحسن بس من الدكسجن هذا وماش وكفرني هاي وحنا لدا وما حلف السد حنا مستي أفراد أو المقر الجبينه بقول لي أفراد يتوان كحفديان لما يس كلمة حفديان أو أنت صدر قرآن كمرين ما إن شاء الله ما إن شاء الله شيخ إبراهيم يويلش يسقير الله سيو ما هدوين أيام علينا يعني هداي هي والد كدوس المولد كان وأنا أركض دلال كو كو يتبان كساعة أيال يبر مركي تاي اللي تصدق عنو كدوس إيه ما تأو كونا كونا بقرة مران كونا إيه دكلا برها إيه مران كو يتبان ساعة بر مركي اللي جارو هيد واحد مبدا إيه إفتين إيه حتى ويجرون إفتين قرحة يصابه إيه دوس يا مادان مركي مادان معلم كو كرسي كفر يوم مانان ما إن شاء الله ما إن شاء الله قير الله سيو معلمين تقير الله سيو مهدوين يا علمنا أبالكوا ذم جودي كرنا الله يا أبالكوا ذم جودي كرا الله أبالكوا ذم جودي كرا قير الله سيو معلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضلك وقرآن كؤولي هاي هل حديث أيها كسوى قادم هيا أدنا دبسك يتحفيدك تاريخ العاس آسي يانكشاكين هيا إن شاء الله دولا إلهو. عن أبي أمامة بن علي رضي الله عنه قال هو سمعت رسول الله رسول الله كما صلى الله عليه وسلم يقول سوله اقرأوا القرآن والقرآن كأخر هدف كيهو فإن سويته إنها يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه المسلم. حديث كاس مسلم كان رسول كان إنه وري إنه شاقي وإنه شاقي يا قرآن كلا أخريه إنه شفيعه يا قرآن كا إنه قدير لأخران وكو مخراتك عهي وكو نحرسان هاي هو سؤال إنه تقال له أذي هو أدوك جوي هدات كه جرتو وقرآن كقلبي يقال له وعيه سيد لقون هساء وهذا كل دردام هيا إنه حديث كاس يا حديث الله ماذا قادم هنا قرآن كنا نسوي جيد سنو رسول كانوا صلى الله عليه وسلم ونوش حديث كله روح القرآن كقلبي سكجره إيا روح القرآن كقلبي سئنا كجرين لمن مثال أيو كلاسيي لمن مثال أيو كلاسيي روح القرآن كقلبي سئنا كجرين وكسر رسول كم مثالي قرية خرب أو بربري أو لها أيو كم مثالي روح قلبي سئنا القرآن كجرين وحكم بذلك الريح ضيبه وغلاكسا ضيبه وغلاكسا قلت البرشة أدرائي ليسو إيه بناء لكم ماشا إغرائي الهيان وحكو جرتا قرآنك حديث كاس إنه وكو على الفرين أين قادنه جزاكم الله خيرا. انت أمريكا كيف تقول وحيانا الحاجر وحلق المثاله إنها بناء الهدرنة الانتباع هنا وهذا الجيلة ذاتك أما حول نقع أما ذاتك الرئيبادية أما ذاتك مرهد الله بمركة تكتب وحد الانتباع أيو الروح المعركة ماشا عاصر عصر بيه مارتيا كمغضاء كوكي ماشي وطدنا وعركة يهدر حيو مارتي ورهي مواركة إنها الانتباع هنا رمهانتي كل ذاتك الفيرس مركة فيرنو بانتظر بناهنا روحنا وحكة استمر كوجاره أم بقرة حقيقة وهي قارة وكل بكسر رأيا إيه أرسل معانا هي بس أقول السلام الله عليه وسلم وحكم مثال جري وهذه الحجيس حاكمها ذات الموازين تيسة وما البصر وفدا أيها الحصام حصام مري من أد حبان وأد شرف بان وهذا الطيب بان او جيكي سيكا مقاطو مارته قرح يا شحم يا كم مقاطو ايها السلام عليك مركز الرسول كهير السحابة دي ورنين كان كاكو الرمى نين كان بالكو الرمى نين كان رمى وانه مار الله ماشو تغو دواب العطسي والسين هيا قروا فريس والوصول نبتقل هيا هذا الكوشي والقادر هيا وانه اللي سود وين هيا هذا كبدا عدي وحاسو مرنين مارته اسكا الدين اللي هو اسك مسكينة واسك ولا لا ايه صامر ماشي من كان كان رمو لسحابة دي ما كاسو كان هدو عطسان الله مسين هايو هدو الدين اللي هو مبجرين اللي هو مارضحين هايو دين هايو كيس اللي دقين هسين هاي ماخ اوزانت الرسول كان وزول عفيري لملؤوا هذا البويل سماذي يا الله انت قد حيسا من كان كفا دي بدن بويل سحابة دي صحابة الرسول قلت علمنا ايه ميزان كون وحوها ميزان كون وحوها دينتوها دينتوها انه وحوها كم مثالا ورهب الماذا قريب ولي ورهب الماذا قريب ولي ورهب الماذا دكان بولي ورهب الماذا حذر بي يا لا نتردع ولا رجع كجرنا منك الماذا حذرنا انوها
waxay la soo foosay arkaysa macallinkii oo haddii la gaajeysan waa sagoo fadhiya iyo arkaysa ilmo fasax la weydiinayo ilmaha xagga maarta waalidka dhalliyo badan ayaa ka jira mar hadduu ilmuhu qur-aanka ku xifdinayo waxaa la rabaa ilmahaas inaa haddii la cuudaarkiisa aada ka yarayso intaa markaan ka baxo ilmaha waxay dhiganhayeen qur-aanka keliyata khaali oo mayna ahayn qur-aanka keliyata khaali mayna ahayn waxay dhiganhayeen iskoolaway ku dhexwadeen almahan kada hadda sidaa ee qur-aanka maarata shahaada aan siinayno iskool ayay dhiganhayeen kolka juhdi badan inbaa la geliyey xilligii aada maarata korona uu jiray iyo aada uga faa'iidaysteen oo ayagay macalinku isla khaali yeelaan awqaadaasna way soo galayeen awqaadaasna way ka baxayeen jazaakum allahu khayran dadka waalidka ee ilmuhu dugsiga u dhigtaan agtaanada sharaf bay ka joogaan agtaanada sharaf bay ka joogaan annaga waana sharfaan idinkana waa sharaf baad mantatihiin waxaan si khaas ahaan maaragtay idinku waxaanaya iyo si caamo dadka muslimiinta ah waxaanaha dadku maaragtay diinta ninba ninbaa dii daacay u yahay gabdhu waa ducaad innaga dii raggu waa ducaad inay diinteenna islaamka aan inay kuwayn maaratay inay ku khaadimin diinteenna islaamka inaan inay idinku khaadimin oo ni warwar kitaabka ilaah aad ku qabsatid ni warwar kitaabka ilaahay xilli wax ku qabsan doona waramaysid kitaabka ilaahay inaad ku adkaatid kitaabka ilaahay inaad ku adkaataan oo gabdhuhu ay kitaabka ilaahay ku adkaadaan oo nin kasta kitaabka ilaahay ku adkaadaan intaasi waa iga dardaaran wajazaakum allahu khayran wixii kale ona waa sdibaan sigan doona wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaflad waxaan u yeerayaa intaana xafladda soo xirin ardaydii takhariftay oo shahaadooyinkeedu yeelin doono midarba magaciisa yeeriya soo istaago isagii waalidkiisba maasha allah waxaa la dhaha dalada makaysanay cabdiraxmaan axmed cabdullaahi cabdiraxmaan axmed cabdullaahi jasaaka allahu khayr miid ku qabso ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo shahaadadii aad kulli maan aakhiri adduunkaba marka insha allahu tacala anagana waan waxa way mataqaana wejigaagana waanu aragnaa waan sawiranaynaa insha allahu tacaala in qur-aanka ilahay xifdi waa qaali aad buqnimo badan yahay allah ku barakeeyo ilaahna qur-aanka la qalbigaaga ku sugo waxaa wayna shahaada qaatan guriga u fadhiisanna qur-aanka dadka bar adiguna oo macalinka saaxiidee dugsiga la dhig macalinka insha allahu tacaala ya ilaa boha lagu baraya qur-aanka saacidee macalinka insha allah jazaakum allah khayran haye yeer kale kale yeesha ha waana yahay ha maasha allah yasmin cabdi bare awey yasmin cabdi bare maxamed aga soo mar yasmin jazaakillahu khayran khayr baan kuu rajaynayaa allah kuu barakeeyo daadaadi yasmara qur-aankaan xifiday abaaba insha allahu tacaala ku garab qaadata rusna aada u faraxsan marka qur-aanka insha allah waan akhri lagu weydiinine waalidkaan sa wax ugu tarta akhri adduunkaba xaji shahaada iyo mataqaana waxayba qur-aankana halmaamin jazaakillahu khayran khabar axmed cabdullahi naawe khabar axmed cabdullaahi insha allah waxaan rajaynayaa doorka dambe inay saddex ka badnaadaan ardada qalinjabinaysa oo laba laab iyo saddex laab ina insha allah inay noqon doonaan sababto waxay soo bandhigeen wax ajiib a soo bandhigeen marka doorka dambe insha allahu tacaala ardo badan baan ka rajaya shahaada inaan siino jazaakum allah khayran xagga mar axmed cabdullah khadar axmed cabdullaahi xagga soo mar aada dooda aad u yar tahay allah ku barakeeyo qalbiga allah ku weynayo matana jismigaba iimaankana allah kuu sugo qur-aankana qalbigaaga allah ku sugo kii lagu intifaaca akhriya adduunkaba allah kaa dhigo jazaaka allahu khayran qur-aankana halmaamin insha allahu tacaala macalimiinta la joogo saacidee qur-aanka la dhig jazaaka allahu khayran si
waana idinkaga mahadcelinaynaa xuduurkiina iyo ka soo qaybgalkiina. Aad baad u mahadsan tihiin. Is araggiinu imaashiin waana farxad. Waxaan leenahay haddaan idaaraddii iyo ardaydii markaas Nuur oo wiilal iyo galbeed iskugu jiranahay ku soo dhawaada gacmo furan, qalbi furan. Waxaan rajaynaynaa intan iyo in ka badanba inaad nagu soo laalaaban doontaan. Maxaa farxada waalidiinta cunug waalidku waa soo diraa, dugsi uu soo diraa. Waxaa suuragal ah cunuggiisa oo qur-aan akhrinaya oo maxaadar akhrinaya inuu arkin. Laakiin maanta inaad kaga bogatay intaas ayaa farxada. Waxaan ku soo qatinaynaa xafladda aayaad qur-aaniya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بجنات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق
المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال ودا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هذه آه أدوحان لكم هذا إنها حفلة قروح ضبطان أنيقو أو يكبر ليدي ما تكاقض ياسمين عبد البرق هذه آه أدوحان المعلمين توقم هذا إلينا إلهينا كعبا المريو إن شاء الله جهدكي فرح بنا إيجيليين هذه آنها والدين جهدكي آنو بحني إلهي بان أبال بكتكيد نسيي مهد إلهي وامضان كبعدنا معلمين تي جهدكي أكو بحسي أي وحبرتي وامضان هذه آه أدوحان لكم هذا إلينا جساكم الله خير أولاد كله يقدم بيسي يكو يريد سوبر باري دون ندكسيان كيرنا سيدان وقاف الحامبان إلهي كرجينينا هذه أنواقم حد علينا جساكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.